معانا تقرير من العم خيري شلبي، طيب. نصيحة منه للكتاب الجداد، جميل، نشوفها ونرجع مع بعض. بتعرف تكتب، وأول ما تكون هاضم التجربة جيدا، إنما في قدرتك على اختيار زاوية الرؤية، لأن التوفيق في اختيار زاوية الرؤية يترتب عليه نجاح العمل أو سقوطه، ويترتب عليه أيضا الحكم بما إذا كنت كاتبا كبيرا أو واحد خاضع للصدفة يعني. فأنت بتبص، أنت بتحدد زاوية الرؤية من أول سطر، خلاص هي دي الزاوية اللي أنت هتشوف منها الشقة اللي قصادك اللي أنت بتتفرج عليها، أنت واقف في البلكونة مثلا وقدامك شقة. لو انت رحت الشباك ده هيطل على الردها بتاع الشقة اللي قدامك، فهتشوف رؤية اوسع، وتشوف بيبان الاوض، وتشوف حركة الناس. لو انت وقفت في البلكونة هنا هتشوف حتة صغيرة من الجول او الممر اللي قدامك، وهيبقى ده في كلتا الحالتين استفزاز لموهبتك، انك انت من خلال الزاوية الضيقة دي ترينا ما يحدث داخل الشقة كلها بشكل ما او باخر. لكن يبقى شيء مهم جدا، انك انت تختار الزاوية اللي فيها متسع يديلك اريحية في بناء الرمز، بحيث تعرف تجسده كويس، وتخلي القارئ مش محتاج انه كل شويه يرجع يقلب صفحات تاني عشان يتاكد من حاجه، عشان يبقى ماشي متدرج بالاحاسيس، سلسله مترابطه ببعضيها متشابكه. من ناحية تانية، العلاقات بين الكائنات دي وبعضها وبينها جميعا وبين المكان وهكذا. فهي المسألة باختصار توفيق أو عدم توفيق في زاوية الرؤية. رجعنا لكم مرة تانية. لو تعطوا من حضرتك يا فندم كشاعر تقول لنا بيت توصف فيه الراحل خيري شلبي. هو فقرة واحدة كان قالها محمود درويش، قال: لن تفهموني دون معجزة. الحقيقة خير شلبي يعني يمكن معجزته هي اللي أجبرت الناس أنها تفهمه أو تحاول أنها تفهمه، لأنه هو متعدد، هو عامل زي الأمواج المحيطة ومتضارب، فكانت حتى المشاعر بتصطخب كثيرا في معظم كتاباته. وعايز بس أضيف حاجة سريعة، أن خير شلبي كان بينتصر للهامش وبينتصر للمستبعد من الحياة كما استبعدوه من الحياة. ففيه هناك كثيرون استبعدوا، زي الكتاب اللي كان عامله عن نجيب سرور، زي الكتاب اللي كان عامله عن الأديب العظيم النوبي محمد خليل القاسم، زي الاكتشاف اللي اكتشفه في محاكمة طه حسين وكان محاكمة مهملة هو عاد نشره، زي مسرحية مصطفى كامل فتح الأندلس محدش كان يعرف عنها حاجة، اكتشف عدد من المسرحيات الهائلة اللي كانت موجودة في القرن العشرين. الله يرحمه يعني. الله يرحمه يا فندم. بس بنشكر حضرتك جدا انك عرفتنا اكتر احنا كمان كجيل على الراحل الروائي خيري شلبي. بشكرك جدا. شكرا جزيلا. وكان معانا في هذه الفقره الشاعر شعبان يوسف، وكان عندنا فقرات كتيره جدا النهارده من خلال نهارك سعيد، ونشوفكم ان شاء الله بكره وكرو عمل جديد.